السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. هاد لا فيديو سبيسيال، هاد الفيديو مميز بزاف 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 بالنسبه ليا، حيت وصلنا ل 200 الف مشترك. حنا دابا الحمد لله 200 الف واحد عائله بيناتنا الحمد لله. الهدف ديالنا هو اننا نجحوا دائما بالنقطه اللي هي مميزه اللي غتخلينا نمشيو في المسار الدراسي ديالنا وحنا مرتاحين. بغيت نشكر كل واحد كيتابع القناة، سواء مأبوني سواء مأبونيش، أي واحد كيخلي لي دعوة الأب ديالي المتوفي في الكومنتار. كنشكركم بزاف حيت كترحموا على الأب ديالي، وكنشكركم كتر حيت كاين بزاف منكم كيبارطاجيو لاشين مع الأصدقاء ديالهم، حتى كبرات لاشين ولا فيها 200 ألف مشترك. صراحة كنت باغا نسجل الفيديو شحال هادي مني وصلنا بالضبط ل 200 ألف، دابا راه كاينة 200 وشي حاجة. مي راكم عارفين مع هاد الأجواء دابا اللي كاينة كلشي كان مريض، داكشي علاش ما نزلت حتى شي فيديو. وهذا الفيديو هذا كيزيد يشجعني اكثر واكثر على انني نزيد نخدم على القناه ونزيد نخدم على اي حاجه بغيتها. بطبيعه الحال ما غاديش نقدر نلبي جميع الطلبات ديال جميع المتتبعين، سورتو الناس ديال باك ليبري. سمحوا لي بزاف 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 هذا العام هذا ما حطيتش بزاف ديال الحوايج ليهم، ما كاينه فلاشين داكشي اللي غادي يحتاجوا. واحد الحاجه بغيت نقول لكم، ان اي واحد دار واحد الهدف قدامه غادي يوصل ليه. انا ملي درت القناه في الاول يعني ما كنتش كنتخيل انني غنوصل ل 200 الف مشترك، ما كنتش كنتخيل انني غنوصل حتى ل 40. يعني في الاول كنت كنخدم ما كنلقاش المشاهدات، كنعجز راسي وكنقول صافي بلاش معدي ما ندير بهذا الشيء. شويه كنلقى واحد الفئه السافدات كيطلبوا مني شي حاجه كنسجلها ليهم بحال هكا، حتى وصلت لهاد 200 الف مشترك. يعني الحاجه اللي بغيت نقول لكم، ان انت الا بغيتي توصل لشي حاجه غادي توصل ليها، وبلا ما تبقى دير واحد لي زوبستاكل راسك. حنا بطبعنا حنا البشر كاملين لما بغيناش ندير واحد الحاجه كنلقاو ليها سبب باش ما دارش. مي الا درتيها بين عينيك وقلتي غنديرها بزز وغنوصل ليها بزز غادي توصل ليها. داكشي علاش بغيت نشكركم كاملين كاملين كاملين، وان شاء الله تسناو المزيد 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 من الفيديوهات على القناه ان شاء الله، اللي غادي نبريباريو فيها ان شاء الله كلشي قبل ما يوصل الامتحان. وما تنساوش المقوله الشهيره ديالي، هناك من يحلم بالنجاح وهناك من يسعى لتحقيقه. كنت من الناس اللي كتسعى باش تحقق الاحلام ديالها، ماشي اللي جالسه وكتحلم انها غتنجح وغتجيب معدلات اللي هي مزيانه. وما تنساوش، واخا هذا ماشي فيديو ديال الشرح وماشي فيديو ديال القرايه، ما تنساوش تخليوا لي دعيوه للاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين. والى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.